الفد أثناء دخول لاعبي فريق الجيش الملكي، وقبلهم بلحظات دخلوا لاعبي فريق اتحاد طنجة لإجراء الحركة التسخينية قبل خوض هذه الجولة الخامسة أو قمة الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية. هذوما اللاعبين اللي غادي يخوضوا هذا اللقاء، هذوما اللاعبين بطبيعة الحال اللي في الاحتياط، فيما اللاعبين اللي غادي يدخلوا هذا اللقاء فطبعا انا غادي نحاولوا من خلال هذا المباشر عندنا انا نقول لكم التشكيله اللي غادي يخوض بها هلال الطير هذه القمه من الجوله الخامسه اللي غادي تجمع بين فريقي اتحاد طنجه والجيش الملكي. بالنسبه للاعبي فريق اتحاد طنجه فكاين الكابتن ريان ازواق لاعب او حارس مرمى صغير 17 سنه في العمر ديالو. بقيه اللاعبين محمد سعود، نعيم اعراب، عبد المطلب فوزي، ايوب الجرفي، عبد الحميد لاعبي، حمزه الوسيطي، وكذلك جواد رحبها، وزكريا الكياني، وعلي الحراق، بالإضافة إلى محمد وليد بن شريفية. إذا هذه التشكيلة الرسمية اللي غادي يخوض بها المدرب هلال الطير هذه الجولة الخامسة وقمة الجولة الخامسة ضد فريق اتحاد طنجة. بقية اللاعبين كاين أسامة العز، أناس المرابط، أكرم الوهابي، ياسين الحشلوفي، صلاح الدين الشيفاني، محمد المجاهد، مروان الهبوري، سلمان أشيبان، وعمر بركة بالأخضر. هذه التشكيلة الأساسية وكذلك الاحتياط اللي غادي يعتمد عليهم المدرب هلال الطير خلال هذه المقابلة. بطبيعة الحال اليوم كل الظروف مهيئة باش نشوفوا مقابلة تليق بالفريقين باستثناء غياب الجماهير. كنا نمني النفس أننا نشوفوا الجماهير ديال فريق اتحاد طنجة وهي حاضرة في هذه المقابلة. نحاولوا اننا نعطيكم كذلك تشكيله ديال فريق الجيش الملكي لا بالنسبه للاعبين ديال الاحتياط وكذلك اللاعبين الاساسيين. بالنسبه للاعبين ديال فريق الجيش الملكي في حراسه المرمى ايوب الخياطي. الحمد لله وشكرا لله. بقية اللاعبين كارنيرو أغوستو دي خيسوس كورتي ريال، أنس دش، أكرم النقاش، جويل بيا، الأمين زحزوح، زكريا الجغلال، إينوك إينونغا باكا، الطيبي بوخريس، محمد ربيع حريمات، عبد الفتاح حدراف، زين الدين الدراك، يوسف الفلحي، خالد ايت، ورخان محمد بن حليب، حاتم السعوبي، تيمينسكام الروبيني، توميسكام
الحسن حبيبي والهشام بن سفيان وحمزة حميان. إذن هذه التشكيلة الأساسية وكذلك البدلاء اللي غادي يلعب بهم فريق الجيش الملكي خلال هذه الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية. نذكروا بأن المقابلة غادي تنطلق في حدود الساعة 6 مساء هنا بمدينة تطوان في غياب الجماهيرين ديال اتحاد طنجة وكذلك الجيش الملكي، ولكن هذا لن يؤثر على نسق المقابلة خصوصا وأن فريق الجيش الملكي جا هنا بمدينة تطوان بحثا على 5 ديال النقاط هما اللاعبين الأساسيين اللي غادي يخرج بهم فريق الجيش الملكي. المقابلة ديالو ضد فريق اتحاد طنجة. كيف قلنا بالنسبه للاعبين الاساسيين اللي غادي يخوض بهم فريق الجيش الملكي هذا اللقاء، كاين ايوب الخياطي، بقيه اللاعبين اغوستو دي خيسوس، انس باش، اكرم نقاس، جوي بيا، الامين زحزوح، زكريا جغلال، اينوك اينونغا الطيبي، بوخريس، وكذلك محمد ربيع حريمات، واخيرا عبد الفتاح حدرة. اذا هذه التشكيله الاساسيه اللي غادي يخوض بها فريق الجيش الملكي هذا اللقاء ضد فريق اتحاد طنجة. بالنسبة لفريق اتحاد طنجة كاين ريان أزواق، محمد سعود، نعيم أعراب، عبد المطلب فوزي، أيوب الجعفري، عبد الحميد معالي، حمزة الوسطي أو الوسطي، جواد وكذلك زكريا الكياني وعلي الحراق، بالإضافة إلى محمد وليد بن شريفي. نذكروا بأن المقابلة غادي تنطلق في حدود 6 مساء بقيادة طاقم شاب يتقدمهم حكم الوسط. زهير قديم. بالنسبة لتاريخ المواجهات بين الفريقين فكاين 39 مواجهة بين الفريقين. حصة الأسد للجيش الملكي 19 فوز مقابل 6 ديال المرات اللي فاز فيها فريق اتحاد طنجة على الجيش الملكي، بينما 14 مناسبة و 14 لقاء، يعني نتيجة التعادل الإيجابي والسلبي بين الفريقين.